الصحفيه قدمنا بلاغات اعلاميه بالعام، قدمنا 13 بلاغ عشان ولعنا الصحفيين المحبوسين شوكان، وطلبنا كمان افراج عن الزميل الشعبان نتيجه الظروف الصحيه، وطلبنا كمان افراج عن زملائنا، طلبنا كمان في البلاغ ان يبقى في سجن موحد زملاء صحفيين. انت عارف في كتير من الصحفيين مشتتين عشان حتى نقدر نتابعهم ونقدر نتواصل معاهم ونتابع اوضاعهم. النهارده في برضه اتصال ساعتين الساعه 5 عشان برضه نوصل سيرتنا، في بعد شويه وقفه احتياجيه لرفع مطالبنا وشعاراتنا حمايه نقابيه، اجور عادله للصحفيين، ضد فصل التعصب للصحفيين، وكمان ضد الحبس. في الحقيقه يعني كنا متخيلين الموضوع هيطلع هزيل جدا انه ما فيش حد يشارك او كده، بس الحقيقه لا، في مشاركه ولو كانت قليله فهي تعتبر بدايه تحرك اقوى خلال الفتره الجايه. نطاق الصحفيين كان في حاله مواد تام، كان في فقدان ثقه تامه من الجمعيه العموميه لنطاق الصحفيين في تحركات داخل النقابه. دلوقتي لا، في نقطه هينفع يتم البناء عليها خلال الفتره اللي جايه. وفي الحقيقه وجود الشباب الصحفيين داخل اللجان المختلفه زي لجنه الحريات وغيرها، ده ممكن يكون في سكه تطوير خلال الفتره الجايه ونشاط اكتر وحركه اكتر. نقابه الصحفيين اللي كانت تم اغلاقها قدام كل القوى السياسيه خلال الفتره اللي فاتت ايام يعني قبل الانتخابات دي، قبل انتخاب النقيب والمجلس الجديد، بتتفتح مره ثانيه قدام كل القوى السياسيه بلا استثناء وبلا تمييز. واعتقد كمان فكره الحركه المطالبه بالدفاع عن الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه للصحفيين دي نقلة نوعية في حركة النقابة نفسها. كمان فكرة المعتقلين دون تمييز، ده إخواني ولا ده يساري ولا ده ليبرالي ولا ده مش عارفة إيه، دي في حد ذاتها برضه شايفها جزء من التطور. وجود أولاد المعتقلين داخل النقابة والأعمال الفنية اللي هم بيعملوها ورسومات الكلام اللي هم بيقولوه، أعتقد إن دوت تطور إيجابي يعني في حركة النقابة. وأعتقد إن الفترة الجاية احتمال كبير جدا يبقى فيه حملات ليها علاقة مثلا بقانون العمل. العمل لان في 10,000 صحفي اتضرروا من قانون العمل، في حاجات ثانيه ليها علاقه بالفصل التعسفي وغيره من الامور. يعني في حركه المفروض انها تحصل خلال الفتره الجايه في النقابه.